مرحبا بك بموقع الصويرة الآن. بصفتكم أنت المدير المعهد الموسيقي بمدينة الصويرة، بغيناك تحدث لنا على هذا الحفل وتعطينا بعض المعلومات على هذا الجوق الموسيقي. هذه فرقة موسيقية عريقة واحترافية أتت إلى الصويرة بأمر من جلالة الملك محمد السادس نصر الله للاحتفال بعيد العرش المجيد. وفعلا اليوم نقول أن الصويرة تشهد حفلا راقيا، وربما ستكون الانطلاقة الفعلية الاحترافية لكل فعل جاد وراق خصوصا في مجال الموسيقى. وشكرا.